ومعنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول هاتفيا سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. إذا ما مضى العبادي في مسار تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران بخلاف إرادة الميليشيات وفرق الموت، ما الذي بوسع إيران أن تفعله لمعاقبة العبادي إذا جاز هذا الوصف على موقفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك وحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. العملاء الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق يتبادلون الأدوار فيما بينهم، فمن جهة هم يحاولون الظهور بمظهر الملتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ومن جهة أخرى هناك من يتحدى فرض هذه العقوبات. هذا يأتي في إطار تبادل الأدوار بين هؤلاء العملاء الذين كما قلنا جاء بهم الاحتلال المشترك للعراق، وبالتالي لا يمكن أن يعول على أي من التصريحات التي تصدر من هذا الطرف أو ذاك. هم يعني لن يلتزموا في حقيقة الأمر بهذه العقوبات فعلا، ويبقى ولاؤهم لإيران أكثر من ولاؤهم للولايات المتحدة. طيب برأيك هل سيستطيع زعماء الميليشيات المضية في موقفهم الرافض العقوبات الأمريكية المساند لإيران حتى وإن كان ذلك يعني عبر تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض فعلا وتنفذ حملات ضد هذه الميليشيات الإرهابية التي هي في الأصل سمحت لها بالتمدد في السنوات 15 الماضية إلى حد التغول في جميع أنحاء العراق، ما لم تصطدم بها ويعني تمنعها من الانتشار في السيطرة على كل مفاصل الحياة في العراق، فأنا أعتقد أن هذه الميليشيات تواصل خرق هذه العقوبات وستقوم بعمليات التهريب الواسعة، سواء تهريب الأموال والذهب أو تهريب المخدرات أو حماية الواردات القادمة من إيران إلى العراق. برأيك أستاذ مصطفى كيف سيتأثر تكوين الحكومة المقبلة بمدى التزام حكومة العبادي بتنفيذ سواء بتنفيذ العقوبات أو عدم التنفيذ؟ لا أعتقد أن موضوع العقوبات الأمريكية على إيران سيؤثر في عملية تشكيل الحكومة المقبلة بشكل مباشر، ربما يؤثر بشكل غير مباشر، ولكن كما تعلم تشكيل الحكومة يخضع إلى عمليات مساومة وعمليات صفقات بين أطراف هذه العملية السياسية الاحتلالية ورعاية المندوبين الساميين الأمريكي والإيراني لعملائه في العراق. لو كانت الأمور تجري بشكل سليم وفق ما هو معمول به في العالم لتم تكليف الجهة الفائزة بالمرتبة الأولى بأكبر عدد من المقاعد، يتم تكليفها بتشكيل الحكومة. لكن من الواضح أن وهذه طبعا تجربة السنوات 15 الماضية عبر كل المراحل الانتخابية التي جرت في السابق، يجري الأمر ويحسم أدر الصفقات والمساومات والأوامر الأمريكية والإيرانية للأطراف المعنية في العراق. أخيرا، قضية طرح خروج ميليشيا الحشد من المدن ومعارضة العبادي هذا الأمر متذرعا بتسييسه، هذه القضية قضية تعدد الرؤوس، إلى أي مدى تكشف عن ضعف العملية السياسية والصراع القائم بينهم؟ الصراع قائم طبعا بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية، هذا ليس أمرا جديدا، ولكن الأهم في هذا الأمر خلال الأيام الماضية راجت كثير من الأخبار التي تتحدث عن انسحاب هذه الميليشيا أو تلك من هذه المدينة أو غيرها من مدن شمال ووسط وغرب العراق. في الحقيقة لا يوجد هناك انسحاب حقيقي من هذه المدن، ولكن في أفضل الأحوال كما يقال هو عملية إعادة انتشار وإعادة تموضع، وهذه يعني لا تخضع لسلطة العبادي في ما رأينا من كتاب موجهة ومن وثيقة موجهة
من أبو مهدي المهندس إلى ميليشياته. الآن خرجت وثيقة أخرى تؤكد من حيدر العبادي تؤكد على أن الحشد الشعبي تابع له. نعم، إذن شكرا جزيلا كامل. اسطنبول، مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.